بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمبالغ، وينقسم إلى مشكل وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بيان الميراث بالنسبة للأولاد، بالنسبة للآباء والأجداد، بالنسبة للإخوة والأخوات، وبالنسبة للعصبة أصحاب الفروض. والذي سبق كله فيما إذا كان الورثة رجالا أو نساء. قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لكن قد توجد حالة يكون المخلوق فيها، يكون الآدمي فيها، فيه اشتباه، هل هو ذكر أو أنثى. وذلك بأن يوجد معه آلة ذكر وآلة أنثى، أو لا يوجد معه آلة ذكر ولا آلة أنثى، آدمي لكنه ليس له آلة ذكر وليس له آلة أنثى، وإنما يبول من ثقبة لا تشبه آلة الذكر ولا تشبه آلة الأنثى. قد يوجد هذا، وجد هذا في الجاهلية ووجد في الإسلام. الله على كل شيء قدير. فهذا الذي من هذا النوع يسمونه بالخنثى، يسمونه بالخنثى. لماذا سموه بالخنثى؟ من الانخناث وهو الاشتباه. الخنثى أي المشتبه. أو من التخنث وهو التكسر والتثني، لأنه قد يكون فيه شيء من مشابهة النساء وفيه شيء من مشابهة الرجال، فهو مشتبه. منخنث يعني مشتبه، أو خنثى يعني مشتبه. الحاصل أن الانخناث في اللغة معناه الاشتباه، أو معناه التكسر والتثني، كما يقال خنث السقاء إذا كسره وشرب منه، كسر فمه يعني ثناه، إذا ثنى فمه وشرب منه. وانخنث الطعام، انخنث الطعام إذا اشتبه طعمه. فهذا الذي وجد هكذا يسمى خنثى، وهو على قسمين. قسم يتضح أنه رجل أو يتضح أنه أنثى. فإن اتضح أنه رجل ألحق بالرجال ويسمى خنثى غير مسكين، وإن اتضح أنه أنثى ألحق بالنساء ويسمى خنثى غير مسكين. وخنثى لوجود الخلقة فيه، لكنه غير مشكل
لأنه تبين أنه رجل أو أنه أنثى. والقسم الثاني من لا يتبين لا هذا ولا هذا، فهذا يسمى بالخنثى المشكل، وهو محل البحث الآن. محل البحث الآن هو الخنثى المشكل، أما الخنثى غير المشكل فهذا لا إشكال فيه، هذا إن كان اتضح أنه رجل يلحق بالرجال، وإن اتضح أنه أنثى يلحق بالإناث. إنما الكلام في الخنثى الذي لم يتضح، ولم يترجح أنه من أحد الجنسين، فهذا يسمى بالخنثى المشكل، سمي مشكلا لإشكال أمره. فهذا ينظر في العلامات، ينظر في العلامات التي تدل على أنه ذكر أو أنه أنثى. وأوضح العلامات البول، أوضح العلامات البول، فإذا بال من إحدى الآلتين ألحق بأهلها، فإن بال من آلة الذكر اعتبر ذكرا، وإن بال من آلة الأنثى اعتبر أنثى. هذا الذي قضى به الصحابة ومن جاء بعدهم أنهم ينظرون إلى البول، وهو قول الجمهور، لأن خروج البول من إحدى الآلتين يدل على أنه من أهلها وعلى أنها هي الأصلية، والآلة الأخرى التي لا يبول منها هذه لا تعتبر أصلية ولا يلحق بها حكم. فإن بال من الآلتين جميعا صار بوله يخرج من الآلتين جميعا، فإنه ينظر بالأكثر، أما خرج البول منها أكثر فإنه يعتبر من أهله. فإن بال منهما متساويا، بال من الآلتين متساويا في الكمية، فإنه ينظر الأسبق، فإن كان بال من آلة الذكر أسبق من بوله من آلة الأنثى اعتبرناه ذكرا، وإن كان بالعكس أو أنثى اعتبر بالأسبقية. سواء كان صغيرا أو كبيرا. أما إذا تساوت الآلتان في البول كمية وسبقا ولم يتميز هذا من هذا، فإنه يؤجل إلى البلوغ، يؤجل إلى البلوغ. فإن ظهرت فيه علامات الرجال ألحق بهم، وإن ظهرت فيه علامات الإناث ألحق بالإناث. علامات الرجال نبات اللحية، نبات اللحية والشارب وخشونة الصوت، تظهر عليه علامات الرجال عند البلوغ، صوته يتغير، ينبت له شارب، ينبت له لحية، هذه علامات الرجال يكون رجلا. أو إن ظهرت فيه علامات الإناث كأن حاضت أو تفلك ثدياها واستدار، فإنه يعتبر أنثى بظهور علامات الإناث عليه. فإن بلغ ولم يتضح يظهر عليه لا علامات رجال ولا علامات نساء، فإنه يبقى مشكلا، فيورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، الاحتمال أنه ذكر واحتمال أنه أنثى، فيعطى نصيب، نصف نصيب كل منهما، لأن هذا هو المعلوم، وما زاد عليه مشكوك فيه. وإذا جني عليه
كناية توجب الدية فإنه يؤخذ به نصف دية ذكر ونصف دية أنثى في النفس، وكذلك في الجراح والأطراف والمنافع يؤخذ فيه نصف ما يجب في الذكر ونصف ما يجب في الأنثى. وأما المناكحة فإنه لا يتزوج ولا يزوج، مناكحة لا يزوج ولا يتزوج، لأنه لم يتضح أنه ذكر حتى يزوج أنثى، ولا يتضح أنه أنثى حتى يزوج بذكر، فلا يناكح يبقى على ما هو عليه. هذه أحكامه عند الفقهاء رحمهم الله. نعم. فصل، وإذا كان الولد خنثى اعتبر من ذلك. هذه العلامة الأولى، البول. البول أعم العلامات، لأنه يوجد من الصغير والكبير، ولأنه هو الذي قضى به المتقدمون حتى في الجاهلية، قضى الحكام الذين كانوا في الجاهلية بالبول. نعم. وينقسم وأقره الإسلام، أقر هذا الإسلام. نعم. وينقسم إلى مشكل وغير، فالذي تتبين فيه علامات الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل، فليسمى الخنثى غير المشكل. وهذا ليس بمقصود بحثه الآن، بل يتبع ما تبين. نعم. والذي لا علامة فيه مشكل، والذي لم يتضح فيه علامة هو المشكل. نعم. والذي لا علامة فيه مشكل، نعم، فيعتبر بمبالغ. هذه العلامة الأولى، النظر في البول. نعم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، نحفظ، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يورث من حيث يقول. إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث يبول المرأة تبول المرأة فهو امرأة. وفي حديث عمر عن النبي هذا الدليل، الإجماع الذي حكاه ابن المنذر، وكذلك من ناحية الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من حيث يبول. نعم. وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يورث الخنثى من حيث يبول. قال لو ثبت كان حجة، لو ثبت هذا الحديث كان حجة، لكنه لم يثبت. نعم. ولأن خروج البول أعم العلامات، بل الأصح والله أعلم أنه لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقع وجود الخنثى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن خروج البول العم العلامات، لأنها توجد من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر. نعم. مثل نبات اللحية وخروج المني والحيض. نبات اللحية بالنسبة للذكر، خروج المني مشترك، خروج المني مشترك، إن خرج من آلة الذكر فهو ذكر، وإن خرج من آلة الأنثى فهو أنثى. نعم. فإن بال منهما جميعا واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. قاله ابن عباس: إن استمر على إشكاله ولم يتضح فإنه يورث، لكن يورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لوجود الاحتمالين فيه. نعم. ولأن حالتيه تساويا فوجب التسوية بين حكمهما، كما لو تداعى نفسان دارا في أيديهما ولا بينة لهما. لو تخاصم رجلان في دار، كل واحد يقول هذه لي، كل واحد يقول هذه لي، وليس معهما بينة، لو كان مع واحد منهما بينة حكمنا بالبينة، لكن كل منهما ليس معه بينة، فإنه يحكم بالدار لهما نصفين،
يحكم بالدار لهما نصفين لتساويهما في الدعوى وعدم المرجح. كذلك الخنثى، الخنثى تنازعه حالتان، حالة ذكورة وحالة أنوثة، ولم يتبين رجحان إحداهما على الأخرى فينصف له. نعم. وكذلك الحكم في ديته، كذلك الحكم في ديته إذا جني عليه جناية توجب الدية، فإنه يجعل له نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، على النصف من دية الذكر، وكذلك الميراث على النصف، الأنثى على النصف من ميراث الذكر، تنصف الدية كما ينصف الميراث. نعم. وكذلك الحكم في دية، نعم، يعني أنه إذا قتل خطأ وجب فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لاحتمال أنه ذكر وأنه أنثى. نعم. وكذلك جراحة، نعم، الجراحة التي توجب الدية، الجراحة التي توجب الدية فيها مقدرات كالشجاج العشر في رأسه والجائفة والمأمومة وقطع الأطراف كاليد والرجل والمنافع كالبصر والسمع نعم. ولا ينكح بحان، نعم، ولا ينكح بحان. أما النكاح فإنه يتوقف في أمره، لا يزوج ولا يتزوج، لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو هو أنثى. نعم. لأنه ليس برجل فينكح امرأة، ينكح. نعم. لأنه ليس برجل فينكح امرأة. نعم. ولا امرأة فتنكح رجلا. نعم. مسألة. مشكلة، لا صار فيه سامة، وش يسوي؟ هاي يمنع من الزواج، تزوج به وتزويجه. نعم. مسألة، فإن كان مع الأنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له، جعلت للبنت أقل عدد له، أقل عدد له نصف. نعم. أقل عدد له نصف. نعم. وهو سهمان، وللذكر أربعة وللأنثى ثلاثة. فرضنا أن شخصا توفي عن ابن واضح وبنت واضحة وخنثى مشكل، فعند القسمة للعلماء طريقتان. الطريقة الأولى أن تجعل للبنت الواضحة أقل عدد له نصف، يعني نصف صحيح، وأقل عدد له نصف صحيح اثنان، وتجعل للابن الواضح ضعفها أربعة، وتجعل للمشكل نصف هذا ونصف هذا، نصف الاثنين واحد، ونصف الأربعة اثنين، المجموع ثلاثة، ثلاثة مع اثنين مع أربعة كم صارت؟ نعم. وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر. طيب الأول، فإن كان مع الأنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف، نعم، وهو سهمان، نعم، وللذكر أربعة وللأنثى ثلاثة، هذه اثنان وأربعة وثلاثة كم صارت؟ تسعة، تكون مسألتهم من تسعة، للبنت الواضحة اثنان وللابن الواضح أربعة، هذه ستة، وللأنثى ثلاثة، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، المجموع تسعة. نعم. وقال أصحابنا، والطريقة الثانية أنك تجعل له مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع،
بالنسب الأربع، ثم تجعل جامعة للمسألتين وتضربها باثنين ثم توزعها عليهم. نعم. وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، يعني يجعل له مسألتين، مسألتان، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة. نعم. ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى. نعم، تحصل الجامعة. إن تباينتا أو وفقهما إن اتفقتا. نعم. أو تلتزم بإحداهما إن تمادلتا أو بأكثرهما. أو تجتزم. نعم. بإحداهما إن تماثلتا. نعم. أو بأكثرهما إن تناسبتا. يعني تداخلتا، تناسب معناه التداخل. نعم. ثم تضرب ذلك في اثنين لأجل الحالين. تضرب الجامعة باثنين. نعم. فما بلغ منه تصح. نعم. ثم لك في القسمة طريقان، إحداهما أن تجمع سهام كل واحد من المسألتين ثم تدفع إليه نصف ذلك. نعم. الطريق الثاني أن تضرب ما لأحدهما من مسألة الذكورية في مسألة الأنوثية أو في وفقهما، وما له من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية أو في وفقهما. وفقها. أو في وفقها. نعم. وإن تماثلتا جمعت ما له منهما. نعم. وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثرهما بغير ضرب. نعم. ونصيبه من أقلهما مضروبا في مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى. نعم. مثال: ابن وولد خنثى، مسألة الذكورية من مسألة الذكورية من اثنين. نعم. مسألة الأنوثية من ثلاثة. تضربها في اثنين تكون ستة. بين المسألتين تباين، اثنين وثلاثة متباينة، تضرب اثنين في ثلاثة تطلع الجامعة ستة، تضربها في الحالتين تطلع 12. نعم. تضربها في اثنين تكون ستة، ثم في اثنين تكون 12. نعم. فإذا أردت القسمة فقل: لو كان الأنثى ذكرا كان له ستة، ولو كان أنثى كان له أربعة، فله نصفهما خمسة. ستة وأربعة عشرة، نصف العشرة خمسة، هذا نصيب. نعم. وللابن ثمانية لو كان الأنثى أنثى، وستة إذا كان ذكرا، هذه 14 نصفها 7. نعم. فله نصف ذلك 7. نعم. وبالطريق الأخرى للأنثى من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية 3، وسهم واحد في 3 بـ3. نعم. وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية 2، صار له 5. نعم. وكذلك يفعل في الابن، وإنما كان كذلك لأن للابن النصف بيقين وللخنثى الثلث بيقين، يبقى سهمان يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين. نعم. وكان الثوري في هذا الفصل يجعل للذكر 4 وللأنثى 2 وللخنثى 3. نعم، وهي الفرض الأول. نعم. فإن كان ابن وولد الخنثى فهي من 7، وإن كانت بنت وولد الخنثى فهي من 5، فإن كان معهم عم فله السدس، وهو قول لا بأس به. نعم. الحاصل أنك تعمل بالاحتياط، تعمل بالاحتياط، وأشهر الطرق هو أنك تجعل له مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، وتجري عليهم الحساب الذي ذكره الشارح بالنسب الأربع. نعم. باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام تقدم لنا أن الإرث على قسمين: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، وأن الورثة على قسمين تبعا لذلك: ورثة بالفرض أصحاب فروض، ورثة بالتعصيب وهم العصبات الذين سبق أنهم يأخذون ما أبقت الفروض. لكن أحيانا لا يوجد لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، توفى الميت وليس وراءه أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، وإنما له أقارب
من ذوي أرحامه، إما أخوال أو خالات أو بنات أخ أو أولاد بنات أو أولاد بنات بنين. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا على قولين. القول الأول أن الميت إذا مات وليس له ورثة أصحاب فروض ولا عصبات فإن ماله يكون لبيت المال، فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين يرث من لا وارث له، فيرثه المسلمون جميعا لأنه أخوهم في الإسلام، فيكون ماله لهم فيؤول إلى بيت المال الذي هو في مصالح المسلمين. وهذا قول المالكية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر أصحاب الفروض وأصحاب العصبات ولم يذكر غيرهما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما وجدنا لا أصحاب فروض ولا عصبات. إذن معناه أن الميت ليس له وارث، يهدر ماله؟ قالوا لا، ماله ما يهدر، ماله يكون للمسلمين لإخوانه المسلمين، ويمثل المسلمين بيت المال، فيوضع في بيت المال للمصالح العامة. هذا قول المالكية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مال الميت في هذه الحالة يكون لذوي أرحامه، لذوي أرحامه من القرابات الذين ليس لهم فروض ولا عصبات. فذوي الأرحام تعريفهم هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. كالأخوال والخالات والعمات وبنات وأولاد البنات وأولاد بنات البنين وبنات الإخوة وبنات الأعمام إلى آخر، والأجداد والجدات الذين لا يرثون كأبي الأم وأبي أم الأب، وهم من يسمى بالأجداد والجدات الفاسدين، يعني الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، فهم أولى بميراثهم من بيت المال لأنهم أقارب، لأنهم أقارب، فكيف يحرم الأقارب ويعطى مال الميت لبيت المال الذي هو أجنبي من الميت وأقاربه موجودون؟ أخواله ولا خالاته ولا بنات أخوته موجودات، ولا عماته موجودات، فأقاربه أولى. والله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني بالميراث. فذوي الأرحام يدخلون في هذه الآية لأنهم من أولي الأرحام، فيكونون أولى بمال قريبهم من الأجانب. هذا دليلهم من القرآن عموم هذه الآية. وأما دليلهم من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث لا بأس به، قال الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وإذا صح هذا في الخال وهو من ذوي الأرحام يقاس، فيقاس عليه غيره، فيكون الميراث لذوي الأرحام. هذا قول الحنفية والحنابلة. القول الثالث قول الشافعية، يقولون إن انتظم بيت المال فإن المال يكون له، كما قالت المالكية، إن انتظم يكون المال له كما قالت المالكية، وإن لم ينتظم فإن المال يكون لذوي الأرحام كما قالت الحنفية والحنابلة.
فيشترطون في توريث بيت المال أن يكون منتظما، يعني يجري على المصارف الشرعية، يعني يجري على المصارف الشرعية. أما إذا لم يكن منتظما، يعني لا يجري على المصارف الشرعية، فإن مال الميت يكون لذوي أرحامه لأنهم أولى. والذي مشى عليه صاحب الكتاب لأنه حنبلي مشى على التوريث، مشى على القول بالتوريث. هذا هو الخلاف في هذه المسألة، وهو الصحيح إن شاء الله. الصحيح أنه أن الأقارب أولى بالمال من بيت المال، أقارب الميت أولى بماله من بيت المال، أن الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. هذا تعريفهم، كل قرابة ليس بذي فرض ولا تعصيب. نعم. وهم 11 صنفا. أحد عشر صنفا. نعم. ولد البنات هذا واحد، وولد الأخوات اثنين، وبنات الإخوة ثلاثة، وبنات الأعمام أربعة، وبنو الإخوة من الأم خمسة، والعم من الأم ستة، والعمات من جميع الجهات سبعة، والأخوال ثمانية، والخالات تسعة، وأبو الأم عشرة، وكل جدة أدت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد هذه 11. فهؤلاء ومن أدنى بهم يسمون ذوي الأرحام، لأن كل هؤلاء الذين ذكرهم ليس لهم فروض وليسوا عصبات، وهم أقارب، هم أقارب لكنهم ليس لهم فروض ولا عصبات. نعم. ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة. يشترط في توريث ذوي الأرحام أن لا يكون هناك صاحب فرض غير الزوجين، غير أحد الزوجين، أن لا يكون هناك صاحب فرض غير أحد الزوجين، وأن لا يكون هناك عصبات مطلقة. فإن كان هناك أصحاب فروض غير الزوجين فإن المال لأصحاب الفروض فرضا وردا، وإن كان هناك عصبات فإن المال لهم تعصيب. نعم. ولا ميراث لهم مع ذي فرض ولا عصبة إلا مع أحد الزوجين. أما أحد الزوجين فإنه لا يمنعهم من الميراث، لأن أحد الزوجين ليس من الأقارب، وله فرض لكنه ليس من الأقارب، وإنما يرث بالإصهار وعقد النكاح، لأنكم أخذتم في أول الفن أن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. النكاح هو أحد أسباب الميراث. نعم. إن مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاونة، يعني يأخذ الموجود من الزوجين فرضه غير محجوب حجب نقصان، غير محجوب حجب نقصان ولا معاولة، يعني ولا عول، ما يتصور ازدحام الفروض، يعني ما يوجد إلا أحد الزوجين، والعول إنما يكون عند ازدحام الفروض. نعم. ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا. نعم. ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا. إذا كان معهم أحد الزوجين يأخذ صاحب، يأخذ الموجود من الزوجين فرضه كاملا من غير حجب نقصان ولا عول، وما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين يكون لذوي الأرحام على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. ويقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا. نعم. لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان نعم بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم، لأن غير المنصوص عليه لا يزاحم المنصوص عليه. لو كانت بنت أو بنت ابن زاحمت وحجبت الموجود من الزوجين حجب نقصان، هذا بنص القرآن.
لكن قضية ذوي الأرحام غير منصوص عليها. بنت مثلا فيه بنت ما تزاحم الزوج فيأخذ مثلا الربع، أو يزاحم الزوجة تزاحم الزوجة فتأخذ الثمن كما تزاحمها البنت، لا، لأن ذوي الأرحام لم ينص على توريثهم. أما الزوجان فإن الله نص على فرضهم، والذي لم ينص على توريثه لا يزاحم المنصوص على توريثه في القرآن. نعم. فلو مثلا توفي لو توفيت عن زوجها وبنت بنتها فللزوج النصف في هذه الحالة، والباقي لبنت البنت، تكون المسألة من اثنين: للزوج النصف عملا بقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني ولد صلب أو ولد بنين، فيكون للزوج النصف واحد، ويكون لبنت البنت النصف الباقي، يكون لبنت البنت نصيب أمها وهو النصف، تكون المسألة من اثنين. نعم. مثال: أما لو توفي عن زوجة عن زوج وبنت، لاحظوا هذا، لو توفي عن زوج وبنت فإن الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي لأولى رجل ذكر، وإن لم يكن هناك عاصب أخذته البنت ردا، أخذته البنت من باب الرد، فتبين لنا أن البنت تحجب الزوج من النصف إلى الربع. أما بنت البنت فإنها لا تحجب لأنها من ذوي الأرحام، وأما البنت فإنها من أصحاب الفروض فتحجب الزوج. نعم. مثالا: زوج وبنت بنت وبنت أخ، للزوج النصف والباقي بينهما نصفان، كما لو انفردا. لو توفي عن زوج وبنت بنت وبنت أخ لغير أم، بنت أخ لغير أم، فيكون للزوج النصف واحد والباقي بين بنت البنت وبنت الأخ نصفان، لأنهما من ذوي الأرحام. أو تقول للزوج النصف واحد، ويبقى واحد يكون بين بنت البنت وبنت الأخ. نعم. وقيل: يقسم بينهم على قدر السهام من يدلون به. نعم. فيكون للزوج النصف، ويكون للبنت النصف نصيب أمها. نعم. وقيل: يقسم بينهم على قدر السهام من يدلون به، مع أحد الزوجين على الحجب والعون. نعم. فلا يكون في هذه الحالة لبنت الأخ شيء، يكون للزوج النصف ولبنت البنت النصف نصيب أمها، لأن أمها لها النصف، فتأخذ نصيب أمها ولا يبقى شيء لبنت الأخ. نعم. ثم يفرض للزوج فرضه كاملا. نعم. من غير حجب ولا عون. ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم. ومثاله في هذه المسألة أن تقول: للزوج الربع، ولبنت سهمان، ولبنت الأخ سهم. ثم تفرض للزوج النصف والنصف الآخر بينهما على ثلاثة، وتصح من ستة. نعم. وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة، وأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا فرض. إذا وجد جماعة من ذوي الأرحام فإن كانوا من صنف واحد أخذوا المال فاقتسموه على عدد رؤوسهم، كما لو توفي عن 10 أبناء بنت
توفي شخص عن 10 أبناء بنت وأختهم، يعني بنت، فإن المسألة تكون من 11، تكون المسألة من 11 لكل واحد سهم، والذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء، صنف واحد، كل واحد 11 أبناء بنت وبنت بنت أختهم، فتكون المسألة من 11 لكل واحد واحد على عدد الرؤوس. وإن أدلى جماعة بجماعة، وجد جماعة من ذوي الأرحام يدلون بجماعة، مثلا يكون عندنا ابن بنت وبنت بنت ابن وبنت أخت شقيقة، فإنك تقسم المال بين المدلى بهم، وما حصل لكل واحد يأخذه المدلي به، فتكون المسألة من 6، لبنت البنت النصف 3 نصيب أمها، ولبنت بنت الابن، بنت بنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين نصيب أمها 1، هذه 4، ولبنت الأخت الشقيقة الباقي نصيب أمها 2 تعصيب مع الغير، لأن أمها في هذه الحالة تكون عصبة مع الغير، فتنزلهم منزلة من أدلوا به تماما، ثم من حصل لكل واحد أخذه المدلي به. نعم، إن كان واحدا فهو له، وإن كانوا جماعة اقتسموه بينهم. نعم. وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة. وأما إن أدلى جميع وإما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا فرض. نعم. زوجة وابنتا ابنتين وابنتا أختين للزوجة الربع، ولبنتين ابنتين ثلث الباقي، والباقي لبنتين أختين تصح من 8. نعم. وعلى القول الآخر تصح من 6، من 56 للزوجة ربعها 14، ولبنتين بنتين 32، والأخريين 10 أصلها من 14 للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، ولبنتين أختين 5، ثم تدفع للزوجة الربع وتقسم الباقي على سهام المدلى بهم، وهي 21، للبنتين 16، وللأختين 5. معروف أنه إذا وجد معهم أحد الزوجين فإنه يأخذ نصيبه، تجعل مسألة للزوجية ويأخذ نصيبه منها كاملا، ثم تعمل مسألة أخرى لذوي الأرحام وتنظر بينها وبين الباقي بعد أحد الزوجين، إما بالموافقة وإما بالمباينة وإما بالمماثلة وإما بالمداخلة على ما سبق، وتحصل جامعة كما سبق، تحصل جامعة للمسألتين، وبعد ذلك توزع تعطي كل واحد نصيبه. الحاصل أن الموجود من أحد الزوجين يأخذ فرضه كاملا غير محجوب ولا معال، وما بقي فهو لذوي الأرحام منزلين منزلة من أدلوا به. نعم. مسألة، ويورثون بالتنزيل. يورثون بالتنزيل عند الحنابلة، بالتنزيل، ما معنى التنزيل؟ ينزل كل واحد منزلة من أدلى به، فولد الأجداد والجدات من قبل الفاسدات من قبل الأم بمنزلة الأم، والأجداد والجدات الفاسدون من قبل الأب بمنزلة الأب، والعمات بمنزلة الأب، والخالات الأخوال والخالات بمنزلة الأم، وهكذا ينزلون منزلة من أدلوا به ويأخذون نصيبه. نعم. لا، حجب في الأول، لكن عاد وكمل، عاد وكمل بعد القسمة. نعم. ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات نزلهم، يقول الناظم نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا،
هكذا قالوا به، هذا معنى التنزيل، إن كل من أدلى بوارث يأخذ نصيبه. نعم، فأولاد البنات بمنزلة البنات، وأولاد بنات البنين بمنزلة بنات البنين، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات، بنات الإخوة بمنزلة الإخوة، العمات بمنزلة الأب، الأخوال والخالات بمنزلة الأم، وهكذا. نعم. فولد البنات وبنات الابن والأخوات كأمهاتهم. فولد البنات وبنات الابن. لا، وبناتي يعني ولد بنات الابن. وبنات الابن والأخوات كأمهاتهم. نعم. وبنات الإخوة والأعمام كآبائهن. نعم. وبنات الإخوة والأعمام، وولد الإخوة من الأم كآبائهم. نعم. والعمات والعم من الأم كالأب. نعم. وعمه كالعم. نعم. والأخوال والخالات وآباء الأم كالأم. ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به. نعم. ودليل أن العمة بمنزلة العم أنه روي عن علي. على الرواية الثانية، الرواية الأولى أنها بمنزلة الأب. نعم. ودليل أنها بمنزلة الأب ما روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب. والخالة هذا لو ثبت، هذا لو ثبت. نعم. والخالة بمنزلة الخال إذا لم يكن بينهما أم، ولأن الأب أقوى جهاتها. نعم. فنزلت بمنزلته. كما أن بنت الأخ تدلي بأبيها لا بأخيها. نعم. وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها. وقد قيل العمة بمنزلة الجد، وقيل بمنزلة الجدة، كلها أقوال، لكن الصحيح أنها بمنزلة الأب. وإنما صار هذا الاختلاف لإدلائها بأربع جهات، بأربع جهات وارثات. علينا نأخذ أقواها وهي الأب، يكون بمنزلة الأب. نعم. مسألة. نعم. والصحيح الأول لما سبق. الصحيح الأول أنها بمنزلة الأب. ليه تريحنا؟ جابها الصحيح واقتصر عليه. نعم. مسألة. نعم. فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الميراث الأحق. إذا يعني الأقرب، إذا كانوا في جهة واحدة وبعضهم أقرب إلى الميت من بعض، فإن الميراث يكون للأقرب، يكون للأقرب منهم منزلة، ويسقط الأبعد. نعم. مثال: خالة وأم وأم أبي أم. خالة وأم أبي أم، الميراث للخالة لأنها أقرب، لأنها تدلي بالأم مباشرة. أما أبو أم الأب، أبو أم الأم، فبينه وبين الأم، بينه وبين الأم مرتبة، وهي وجود الأب أبو الأم، فهو أبعد. فالخالة أقرب إلى الأم من أم أبي الأم. نعم. الميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة. نعم، أقرب إليها. مسألة: وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه. إذا أدلى جماعة بجماعة، إذا أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به. هذه القاعدة: قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به. فمثلا لو توفي عن بنت بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، فهنا أدلى جماعة بجماعة، تقسم المال بين المدلى بهم كأنه توفي عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، هكذا. فيكون للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي تعصيب مع الغير اثنان. فبنت البنت تأخذ نصيب أمها وهو النصف، بنت بنت الابن تأخذ نصيب أمها وهو السدس، بنت الأخت تأخذ نصيب أمها وهو الباقي اثنان، هكذا. نعم. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى، وأبناء وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن. لو توفي عن
عن أولاد ثلاث بنات، أولاد ثلاث بنات، فإنك تقسم المال بين البنات، وما حصل لكل واحدة يأخذه أولادها، قلوا أو كثروا. نعم، مثل هذا المثال اللي هو ذكر، ثلاث بنات كل واحدة لها أولاد، فيقسم المال بين البنات كأنهن حيات، كأنهن موجودات، وما صار لكل واحدة يأخذه أولادها، قلوا أو كثروا، يشتركون فيه. نعم. قسمت المال بين البنات على ثلاثة. على ثلاثة، نعم، فرضا وردا إذا فرض ما في غير. نعم. ثم جعلتهم لأولادهن. خلاص، ما صار لكل واحد يأخذ أولادها، الذكر والأنثى سواء، ما في تفاضل. نعم. للابن الثلث وللبنت الثلث، نصيب أمها، نصيب أمها. نعم. وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. نعم، على عدد رؤوسهم. أصلها من ثلاثة وتصح من ستة. وجود انكسار فيها سهل. نعم. وإنما استوى الذكر والأنثى من ذوي الأرحام في الميراث لأنهم يرثون بالرحم المحض، مجردة، الرحم المجردة، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم لأنهم يستوون في العدل فيستوون في الاستحقاق. نعم. فاستوى الذكر والأنثى كولد الأم. الله جل وعلا جعل ولد الأم متساوي للذكر والأنثى، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وولد الأم من ذوي الأرحام، فيقاس عليهم ذوي الأرحام هنا، فيقال الذكر والأنثى سواء. نعم. وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين. أبدا، ذكر والأنثى سواء. نعم. لأن ميراثهم يعتبر بغيرهم، فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض، لأن نعم، ذوي الأرحام يأخذون المال كله. هذا مرجوح. نعم. ولا على العصبة البعيد، لأن ذكرهم ينفرد بالميراث دون الإناث، فثبت أنهم يعتبرون بالأقرب من العصبات. نعم. ويجاب عن هذا بأنهم يعتبرون بذوي الفروض. رجح الأول. نعم. وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد. نعم. وهذا إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة. وقال الفرقي يسوى بينهم إلا الخالة، إلا الخالة والخالة، فإن للخالة الثلثين وللخالة الثلث. هذا ليس بصحيح، بل يسوى بين الخال والخالة لأنهم من ذوي الأرحام. نعم. روي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. روي، هذه تضعيف، إذا قال روي أو يروى هذه صيغة تضعيف. نعم. فإن نعم، خلف ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات، يعني ثلاث عمات مفترقات، واحدة شقيقة، عمة شقيقة، واحدة عمة لأب، واحدة عمة لأم، ثلاث خالات متفرقات كذلك، واحدة شقيقة وواحدة خالة لأب وواحدة خالة لأم، فالعمات بمنزلة الأب والخالات بمنزلة الأم، فكأنه توفي عن أبوين، فتقول المسألة من ثلاثة، للخالات نصيب الأم الثلث واحد، وللعمات نصيب الأب وهو الباقي اثنان، ثم تجعل العمات كأن الأب مات عنهم، كأنه مات عن شقيقة وعن أخت لأب وعن أخت لأم، فتكون مسألته من ستة، الشقيقة النصف ثلاثة، وللعمة وللعمة لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللعمة لأم السدس واحد، والخالات كذلك، كأن الأم ماتت عنهن، فكل الشقيقة النصف، ولي ذات الأب السدس، ولذات الأم السدس، تكون مسألتهم من خمسة، ترد إلى خمسة، مسألة العمات ترد إلى خمسة، تضرب ثلاثة في خمسة أصل المسألة تطلع من خمسة عشر. نعم. تختلف بين الخالات على خمسة. نعم. والثلثان بين العمات على خمسة. نعم. وتصح من خمسة عشر. إيه نعم، تضرب الخمسة في ثلاثة تطلع خمسة عشر، لأن يعني بين المسألتين تماثل، خمسة وخمسة متماثلة، تكتفي بواحدة تضربها في الأولى تطلع خمسة عشر. نعم. لأن أصلها من ثلاثة، الخالات سهم وللعمات سهمان. نعم. إلا أن سهم الخالات بينهن على خمسة لأنهن أخوات لأم، للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة. نعم. الشقيقة، الخالة الشقيقة لها ثلاثة،
وللخالة التي من قبل الأم سهم. وللأخرى سهم بالفرض والرد. وسهم على خمسة لا يصح. وكذلك العمات من أخوات الأب. والثلثان بينهن على نحو الثلث بين الخالات بالفرض والرد. ولهن اثنان ومسألتهم من خمسة ما ينقسم. فتضرب ثلاثة بخمسة تطلع 15 ومنها تخرج السهام صحيحة. فصارت سهامهن كأنها رؤوس تنكسر عليها سهامها. وخمسة تجزي عن خمسة فتضرب خمسة يعني تماثلت. تماثل عند التماثل يكتفى بأحد المتماثلين. فتضرب خمسة في أصل المسألة وهي ثلاثة. تكون 15. للخالات خمسة على ثلاثة التي من قبل الأب. للخالات خمسة لشقيقة ثلاثة ولذات الأب واحد ولذات الأم واحد هذه خمسة. والأم التي من قبل الأب والأم ثلاثة وللأخرى سهم وللأخرى سهم هذه خمسة. وللعمات عشرة التي من قبل الأب والأم ستة وللأخرى سهمان وللأخرى سهمان هذه 15. مسألة والله أعلم يكفيها. إذا أتقنتم على اللي راح إن شاء الله يكفي والباقي يأتي إن شاء الله. راجعوه تأملوه وإن شاء الله يتضح. فضيلة الشيخ، بالنسبة للخلاف بالتوريث ذوي الأرحام على قول المالكية بعدم التوريث، لماذا يرسل مال الميت لبيت المال ولا يقال أن المال يجعل وقفا لذلك الشخص الميت له أجره؟ ما هو بله الميت راح، ما هو بله المال، المال انتقل منه، فيكون إما لبيت المال المسلمين وإما لذوي أرحام. إذا مات الميت خلاص ماله مال، كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، عمله وأهله وماله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ماله إلا عمل الميت، راح وخلى الدنيا لكم. وهذا المال جعله الله يتنقل، جعله الله يتنقل بين العباد للمصالح، ومجرد ما تخرج نفسه يصير ماله مال خلاص. لو عنده ملايين الملايين خلاص ما يطلع إلا بخرجة، ماله شيء. كما دخل، هو دخل الدنيا ما معه شيء، ليس كذلك؟ دخل الدنيا ما معه شيء، فأعطاه الله هذا المال لينتفع به وليتصدق منه وليقدم لآخرته. فإذا مات انتهت المسألة، راح لغيره، ياخذ غيره ايضا يتوسع به ويعمل به صالح المال هذا عاريه، حسبون اموالكم هذه انهلكم ابلكم، هذه عاريه، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الحديث المال مال الله، ولكن الله اعطاه العباد عاريه ينتفعون به وقت حياتهم ثم ينتقل إلى غيره. لماذا لا يقام بالرد على الزوجين حتى لا يرد ذوي الأرحام؟ ما يرد على الزوجين عند بالإجماع، لأن الزوجين ليسوا من القرابة، الزوجين ليسوا من القرابة، ولا يمتون بعضهم إلى بعض بصلة قرابة، وإنما توريث بالنكاح فقط. قام مجموعة من المدرسين في إحدى المدارس بجمع الطلاب يوم الاثنين الماضي والصلاة بهم صلاة الاستسقاء والخطبة لها داخل المدرسة، وقد أنكر عليه بعض الأشخاص، وذكر المنكر أن في فعلهم تفريق للجماعة إضافة إلى عدم إذن ولي الأمر بذلك، فأرجو التوضيح. توضيح واضح، هذا عمل لا يجوز، لكن هالشباب الله يصلحهم يجتهدون اجتهادات خاطئة ولا يشاورون أهل العلم ولا يراجعون أهل العلم، هذا غلط. صلاة الاستسقاء وصلاة العيد تصلى جميع، صلاة الجمعة صلى جميع، لا يتفرقون الناس، ولا يجوز لأحد يصلي العيد أو الاستسقاء إلا بفتوى من الجهة المختصة من قبل ولي الأمر.
الأمور ما هي فوضى، الأمور مضبوطة ولله الحمد، ما فيها فوضى. على هذا عمل لا يجوز، عليهم أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا الشيء. نعم. لا، ألا إذا فاتت صلاة العيد صليها، أما ما دامت ما بعد فاتت يروح يصلي مع المسلمين، ألا يجوز التفرق؟ نعم. لا إله اللهم صل. نعم. هل يعد القلب الحمار عند الاستسقاء من قبيله قلب الرداء ينسون؟ لا، الذي يقلب هو الرداء أو ما يقوم مقام الرداء وهو البشت، أما الشماغ ما لا يشرع قلبه، لأنه يعني ليس من لباس الجسم وإنما هو من غطاء الرأس. نعم، يقلب الرداء أو ما يقوم مقام الرداء، مثل البشت، مثل الكوت، الكوت اللي على الصدر والظهر أو البالطو، يمكن هذا، أما غطاء الرأس هذا لا يشرع، لا يشرع قلبه. نعم. إذا كان الخنثى له ميل إلى النساء أو الرجال من الجلوس أو نحوه، هل يعتبر علامة مميزة؟ لا، لا يعتبر علامة مميزة، إلا إذا كان يمني ينزل منه مني من آلة الذكر يعتبر ذكر، أو ينزل من آلة الأنثى يعتبر أنثى، أما مجرد وجود شهوة من غير إنزال هذا ما يعتبر علامة. نعم. لماذا لا نستخدم لغة المصحف الصدورة وحل المسائل حتى يسهل يسهل فهم المسائل؟ لأننا لسنا ندرس فرائض، إنما ندرس فقه، لكن مررنا بكتاب الفرائض عابرين عبور فقط، أما لو كنا ندرس الفرائض ربما نحتاج للسبورة، مع أن استعمال السبورة يكسل الطلاب ويعودهم على الكسل وعلى عدم استعمال الموهبة، الواجب أنهم يعرفون هذا ببدائهم وبعقولهم وبأفكارهم، ما كان العلماء يستعملون السبورة إلا في المدارس فقط، كانوا يستعملون أفكارهم وعقولهم وحذقهم وذكاهم. نعم. أما إذا تعودت على السبورة أو على القلم فإن هذا يؤثر على التحصيل، تبدأ ما تعرف إلا بقلم ولا بسبورة. طيب لا جاء مسألة وانت ما عندك، تروح تقول هاتوا لي سبورة، هاتوا لي مسألة، ولا بالمحكمة لو صرت قاضي تقول هاتوا لي سبورة ولا هاتوا لي قلم، ما يصلح هذا. تعود الحساب بنفسك وبعقلك فكرك، تعود هذا، والحفظ والضبط. نعم. لو سألك واحد عن مسألة فرضية وانت تمشي تقول رحت لي سبورة، لازم تصير عارف ان الشيء هذا بدونه. نعم، تمرن نفسك على الشيء هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل قضاء سنن الرواتب الفائتة خاص بالفجر فقط أم بالفجر وقبله؟ نعم. هل قضاء سنن الرواتب الفائتة نعم خاص بالفجر فقط أم بالفجر وقبله؟ أم هو عام لكل سنن الرواتب؟ لا، ما ثبت إلا في الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره أنه فاتته سنة الفجر فقضاها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولآكدية ركعتي الفجر آكد الرواتب راتبة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. وحديث عن علي أظن يقول لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل، وذلك لآكديتهما. أما بقية الرواتب فلم يرد أن أحدا قضاها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، وإنما هو صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. قضية الشيخ أتابع الله، إذا كان كنت المشكل ذا شهوة قوية فكيف يحصن فرجه؟
نعم يصوم، يصوم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا ما يستطيع الباءة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. لا يزوجونها الناس، كيف يزوجونها الناس وهو ما هو بذكر ولا أنثى؟ أنت تزوج بنتك وهو ما هو بذكر ولا أنثى؟ الزوج نعم يصبر، عليه أن يصبر ويحتسب، يصبر لقضاء الله ويحتسب ويستعمل الصوم. نعم. ويغض البصر. نعم. متى يكون الزواج مكروه ولا محرم؟ وهل يكون السبب من النفقة؟ لا، ما يكون الزواج مكروه ولا محرم، وإنما يكون الزواج إما واجب وإما مستحب وإما مباح، يعني إما واجب عند الخوف من الفتنة، وإما مستحب إذا كان فيه شهوة ولا يخاف من الفتنة لكن فيه شهوة يستحب، وأيضا فيه تكفير النسل، أو يكون مباح. أقل الأحوال أنه مباح، أما أنه محرم أو مكروه هذا ما قال به أحد بما أعلم. نعم. لكن الطلاق هو اللي يحرم أحيانا ويكره أحيانا ويجب أحيانا ويستحب أحيانا ويباح. الطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة، أما النكاح فهو إما واجب وإما مستحب وإما مباح، أقل الأحوال. نعم. قالت الشيخ، امرأة اختارت ولم تصم شهر رمضان قبل الماضي ولم تستطع قضاء الشهر حتى دخل عليها رمضان آخر، فماذا يجب عليها؟ يبقى الصيام في ذمتها، فإذا قدرت تقضي وليس عليها كفارة لأنها معذورة بالتأخير، معذورة بالتأخير، فيبقى القضاء في ذمتها، متى استطاعت تقضي وليس عليها إلا القضاء فقط لأنها معذورة بالتأخير. نعم. تأخيرها ما كان لزوم. إذا كانت أخرت بدون عذر فيلزمها القضاء والكفارة عن كل يوم بطعام مسكين. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل لهم في الحديث إذا سمعت المؤذن صلاة؟ نعم. هل الأمر في الحديث إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول المؤذن هو للوجوب أم هناك صالح يصرفه عن للاستحباب ليس للوجوب، لما هو للاستحباب، لأن هذا من فضائل الأعمال، فضائل الأعمال غير واجبة. نعم. قبلت الشيخ صلى الله عليه وسلم اشتريت حذاء رمضان الله، فوجدت فيها كأنها لحم جلال. وجدت فيها إيش؟ فوجدت فيها زخرفة كأنها لحم جلالة. إيه؟ فما العمل فيها؟ تأكد إذا كان فيها لفظ الجلالة فلا تستعملها، أتلفها أو ابعثها لدار الإفتاء من أجل أنهم يعملون على منع استيرادها، يعملون على منع استيرادها. أما إذا ما ثبت فيها لفظ الجلالة استعملها. نعم. ثبت الشيء. هل في منظومات الفرائض يعين على إتقانه؟ وما هي أكبر منظومات وما رأيكم بمنظومة الشيخ ابن سعدي رحمه الله؟ ما في شك إن حفظ المنظومة أنه يعين على معرفة الفرائض، لكن ما يكفي الحفظ، لابد من تحليلها على عالم من العلماء يبينها ويوضحها ويشرحها لك، لازم من تحليلها على أحد العلماء. وأحسن المنظومات الرحبية، هي أحسن المنظومات وهي التي بأيدي الناس من عهد بعيد، سهلة النظم واضحة. نعم. قال الشيخ، هل صلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب واجبة مشروعة؟ لا، مستحب. الصلاة بعد المغرب مستحبة، ولو صلى إلى دخول وقت العشاء فهو أفضل، لأنه من صلاة الليل، هذا من صلاة الليل، فلو صلى كل ما بين العشاءين يكون أفضل، وإن قلل فلا بأس، يعني صلي ما تيسر بدون تحديد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.